ماشي. احنا اختي في الامارات وهي عندها امتحان في مصر. اختك فين؟ هي عندها امتحان في مصر وهي في دولة تانية بره، فهي ورقها ما ينفعش ان هي نزلها دلوقتي، لان هي يعني ما ينفعش ان هي تنزل في مصر دلوقتي، هي البلد حاكم عليها كده، لان في ورق لازم يفوت عشان تنزل. طيب والسؤال؟ يجوز ان انا هي حافظه القران كله يعني، وهي عندها امتحان قران، يعني انت عايزه تدخلي مكانها الامتحان؟ هل يجوز ان انا اخش ولا لها الامتحان؟ يعني هل تنتظري من شيخ ان يقول لك انزلي اختبري مكان اختك؟ ينفع كده؟ يرضي ربنا؟ ها؟ يرضي ربنا يا مسلمه؟ السلام عليكم.